بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة. سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دراسة دالة عددية شاملة بالقيمة المطلقة للثالثة ثانوي رقم واحد. أنصح به شعبة العلوم التجريبية والتقني الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة، وأنصحكم في الأول بالمحاولة في التمرين ثم المقارنة مع الحل في الفيديو. إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة. إذن ننطلق أبنائي في الحل. إذن قال واحد روماني لتكن الدالة F المعرفة على R مع عدد الواحد بالعبارة F لX يساوي القيمة المطلقة لX ناقص 2 زائد 1 على X ناقص 1. قال سي F المنحنى الممثل للدالة F في معلم متعامد متجانس أو إي جي. قال أكتب F لX دون رمز القيمة المطلقة. إذن نكتب هنا كتابة F لX دون، يعني بدون رمز القيمة، إذن القيمة المطلقة. إذن لاحظوا جيدا هذا السؤال الخاص يعني في الأصل في السنة الأولى. ركزوا هنا أبنائي، إذا أعطيت لنا ها هي F لX، كي تنزع القيمة المطلقة الأصل نأتي إلى العدد أو القيمة الموجودة داخل القيمة المطلقة ونضع لها جدول بسيط حتى تفهموا الفكرة جيدا. يعني لاحظوا نأتي إلى هكذا، انتبهوا أرجوكم كيف تنزع القيمة المطلقة وبطريقة جد بسيطة. إذن هكذا وهكذا، لاحظوا لو نضع هذا الجدول البسيط حتى تتعلموا، ثم نأتي إلى هنا هكذا ونكتب هنا X من ناقص ما لا نهاية أكيد إلى الزائد ما لا نهاية. عندنا من هو الذي داخل القيمة المطلقة؟ هو X ناقص 2. أين نعدم؟ إذا x ناقص 2 لو نجعله يساوي صفر نقول هذا إلى هنا، أصبح x يساوي 2، إذا إنه ينعدم عند الاثنان، نضع من هنا رمز الانعدام، هنا نفس وهنا عكس. الآن لو نأتي ونكتب العبارة دون رمز القيمة هكذا نقول x ناقص 2 نضع لها هذا الرمز. إذا لو نأتي تبقى دائما هنا الانعدام، كلمة ناقص معنى هذه القيمة التي بالداخل تضرب في ناقص. قلت هذه القيمة التي داخل القيمة المطلقة نضربها في ناقص، لو نضربها في ناقص ماذا تصبح؟ تصبح لنا ناقص x زائد 2. أرجو قد فهمتم. إذا هذه نضربها في ناقص، أما في هذه الجهة نضربها في زائد، معناه لا يحدث لهذا الشيء. هذه التي داخل القيمة المطلقة قلت، فأصبح لنا هنا x ناقص 2، أما هذه إذا ضربت في الناقص فأصبح ناقص x زائد 2. بعدها نأتي الآن إلى كتابة ماذا؟ العبارة دون رمز القيمة المطلقة، فنكتب هنا f لx يساوي، وهنا كذلك f لx يساوي. مرة نكتبها في هذا المجال، لاحظوا جيدا لو نكتبها في المجال هذا من الاثنان إلى الزائد ماذا؟ تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا x ناقص 2 زائد هذا لا يتدخل لأن ليس فيه قيمة مطلقة، تصبح لنا واحد عفوا، إذا قلت نكتبها على واحد على x ناقص 1. هذه متى؟ إذا كان x ينتمي من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية. هذا الجزء الأول. ثم عندنا تكتب هذه القيمة اللي هي هذه، ننزع لها القيمة المطلقة ونعوضها في هذا المكان، زائد هذه، فتصبح لنا هكذا، تصبح ناقص x زائد 2 زائد 1 على عفوا، إذا قلت 1 على x ناقص 1، لكن متى؟ إذا كان x ينتمي، الكثير يقول من ناقص منا 2 إلى 2، لكن لا ننسى أنه هنا يوجد لنا هنا منطقة محرمة اللي هي كم؟ اللي هي الواحد، معناه هذا الواحد علينا أن نحترمه. لو نأتي إلى هنا هكذا ونشرح، إذا عندنا ها هي الاثنان، الاثنان هي مفترق الطرق في القيمة المطلقة هذه، لكن عندنا هنا الواحد، فيصبح لنا من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى واحد، ومن الواحد إلى الاثنان، لأن لا يمكن أن نقول من ناقص ما لا نهاية إلى اثنان، لأن عندنا قيمة ممنوعة في الوسط هي الواحد، فأصبح لنا x ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى الاثنان. أرجو قد فهمتم يا أبنائي، في هذه الجهة من الاثنين إلى زائد ما لا يوجد لنا قيمة ممنوعة في الطريق،
أما من ناقص ما لنا إلى اثنان يوجد لنا قيمة ممنوعة، من هي؟ هي الواحدة، هي R مع عدد الواحد، لهذا علينا أن نستثنيه يا أبنائي. هكذا تكون قد كتبت F لإكس دون رمز القيمة المطلقة وبطريقة صحيحة فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال، وهنا الكثير ربما يطرح سؤال يقول لماذا الاثنان هنا تركته مفتوح وهنا مغلق؟ لأن مغلق مع مفتوح يعطينا مغلق، يعني إذا غلقناه هنا يمكن أن نقوم بفتحه هنا فلا يحدث شيء، حتى تفهموا الفكرة جيدا. بعدها أبنائي نأتي الآن إلى السؤال الثاني، قال أدرس استمرارية الدالة عند العدد اثنان. لماذا؟ لأن لو تلاحظوا الاثنان هو مفترق الطرق، يعني هو الذي نزعت به القيمة المطلقة. إذا نكتب هنا دراسة استمرارية الدالة F أكيد عند ماذا؟ عند العدد اثنان. إذا هنا نأتي ونقول limit F لإكس لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، بقيم أقل أكيد سوف نأخذ هذه القيمة حتى تفهموا جيدا. أصبحنا هكذا limit ماذا؟ ناقص x زائد 2 زائد 1 على x ناقص 1 هكذا لما الاكس يؤول الى الاثنان بقيم اقل ويساوي. الان تعالوا نعوض فتصبح لنا ناقص 2 ثم زائد 2 ثم زائد 1 على 2 ناقص 1 فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا 1. هذه بقيم اقل. ناتي الان بقيم اكبر، ليميت f لx لما الاكس يؤول الى الاثنان بقيم اكبر وتساوي لنا ليميت ماذا؟ x ناقص 2 زائد 1 على x ناقص 1 هكذا لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر وتساوي لنا كذلك 2 ناقص 2 زائد 1 على 2 ناقص 1 وتساوي لنا كم؟ وتساوي لنا 1. لاحظوا وانتبهوا، ثم نقوم بحساب f لـ 2. f لـ 2 يمكن أن نأتي بها من هذه القيمة لأن هنا الاثنان لاحظوا تدخل في هذا المجال فتصبح لنا ماذا؟ أو نأتي نعوض بها في العبارة الأصلية كذلك، لكن هنا نعوض هنا تصبح لنا 2 ناقص 2 زائد 1 على 2 ناقص 1 ويساوي لنا كم؟ 1. هل الدالة هذه مستمرة عند الاثنان؟ نعم، نقول الدالة ماذا؟ الدالة F كيف هي؟ مستمرة عند ماذا؟ عند العدد اثنان. إذا قلت عند العدد اثنان لأن ماذا؟ لأن ليميت f لx لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أقل تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ليميت f لx لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر وتساوي لنا f لاثنان وتساوي لنا 1. إذا منحنى هذه الدالة يأتي مستمر، يعني لا يتقطع عند النقطة ذات الفاصلة اثنان فقط أبنائي. بعدما أنهينا الآن مع سؤال استمرارية نأتي الآن إلى سؤال ثالث، قال هل الدالة F قابلة للاشتقاق عند العدد اثنان؟ فسر النتيجة بيانيا. إذا نكتب هنا معرفة إن كانت ماذا؟ إذا قلت إن كانت الدالة F قابلة للاشتقاق ماذا عند العدد اثنان. ركزوا هنا أرجوكم، هنا يجب أن تكون الكتابة دون رمز القيمة المطلقة وإلا لا يمكن أن نصل إلى الجواب يا أبناء. إذن ركزوا دائما، لما تجدوا الدوال بالقيمة المطلقة أولا انزعوا رمز القيمة المطلقة مع احترام المجالات أكيد. إذن ننطلق أولا، إذا كان واحد، إذا كان X ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى الاثنان. ركزوا هنا أرجوكم، نقول ليميت كما تعلمون قانون الاشتقاقية هكذا، ليميت f لx ناقص f لمن؟ لاثنان على x ناقص اثنان لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أقل تساوي. بما أن بقيم أقل سوف نخوض عبارة الدالة هذه، فأصبح لنا ليميت ونضع خط كسر هكذا اللي هي ناقص x زائد ماذا؟ زائد 2 زائد 1 على x ناقص 1 ناقص f ل 2 اللي هي وجدناها 1، لأن أعيد وجدنا f ل 2 ها هي أمامكم كان وجدناها 1 حتى يفهم الجميع. إذا على ماذا؟ على x ناقص 2 مع x يؤول إلى الاثنان بقيم أقل. لاحظوا وانتبهوا،
أكيد هذا مع هذا سوف نكمل معه الحساب، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ليميت هذا خط هكذا، تصبح لنا ناقص إكس زائد واحد هكذا، زائد واحد على إكس ناقص واحد على إكس ناقص اثنان لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل وتساوي لنا. نفكر الآن أكيد في توحيد المقام ليميت هكذا، إذا المقام مشترك في البسط هو إكس ناقص واحد، تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص إكس زائد واحد في إكس ناقص واحد، ثم ماذا؟ ثم لاحظوا هنا نسينا الناقص، عفوا هذا هو، إذا انتهت على ماذا؟ لاحظوا وانتبهوا، قلت زائد ماذا؟ زائد واحد، ها هي أمامكم المقام، ثم هنا زائد واحد على إكس ناقص واحد، الكل على إكس ناقص اثنان لما الإكس يؤول إلى الاثنان، ما زلنا بقيم أقل، انتبهوا أرجوكم. أكيد سوف تصبح لنا ليميت وتبقى قضية كسر على كسر، هذا يبقى وهذا يبقى وهذا ينقلب، حتى تفهموا أرجوكم هذه القواعد الرياضية. ما أصبح لنا إكس ناقص اثنان في ماذا؟ في إكس ناقص واحد. أما نأتي الآن إلى البسط وننشر نقطة نقطة، هذا في هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص إكس مربع، ثم هذا في هذا يعطي لنا زائد إكس، ثم هذا في هذا ثم ناقص إكس، عفوا زائد إكس، أعذروني زائد إكس، ثم هذا في هذا يعطي لنا ناقص واحد ثم زائد واحد. أكيد لما الإكس يؤول إلى اثنان بقيم أقل، أولا عندنا هذا مع هذا سوف يذهبان، فأصبح لنا ليميت ناقص إكس مربع زائد اثنان إكس على ماذا؟ على إكس ناقص واحد ضرب إكس ناقص اثنان لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل. انتبهوا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي ولا نتعجل. أولا بعدها يمكن أن نستخرج الإكس عن مشترك من البسط، تصبح لنا ليميت إكس هكذا في ماذا؟ أو نستخرج حتى ناقص إكس عامل مشترك، ناقص إكس عامل مشترك، تبقى لنا إكس ناقص اثنان على إكس ناقص اثنان في ماذا؟ في إكس ناقص واحد، لأن الضرب عملية تبديلية هنا، يعني لا تقول لماذا كل مرة يكتب إكس ناقص هنا أو الأولى أو الثانية، لما إكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، قلت بقيم أقل، أكيد سوف يذهب ماذا؟ هذا مع هذا، لاحظتم؟ بعدها ماذا ينتج؟ تصبح لنا ليميت ناقص إكس على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، تبقى قضية هنا قضية التعويض باثنان، تصبح لنا ماذا؟ ناقص اثنان على اثنان ناقص ماذا؟ ناقص واحد، وتساوي لنا كم؟ ركزوا هنا أرجوكم، إذا نحن نعوض بماذا؟ نعوض بالاثنان، تصبح لنا ناقص اثنان، إذا قلت تعطينا ناقص اثنان على واحد وتساوي لنا ناقص، إذا تصبح لنا ناقص اثنان على واحد وتساوي لنا ناقص اثنان، وهذه القيمة تنتمي إلى R، يعني قيمة منتهية. فماذا يمكن أن نقول؟ نقول بما أن هذه القيمة منتهية نقول ومنه الدالة F تقبل، عفوا إذا قلت تقبل الاشتقاق عند ماذا؟ عند الاثنان من ماذا؟ من اليسار، لأن حسبنا من اليسار فوجدنا هذه قيمة منتهية. بعد ما أكملنا من هذه الجهة نأتي الآن بقيم أكبر، هذه واحد اثنان، إذا كان إكس ينتمي من الاثنان إلى الزائد من، لأن الدالة عندها عبارتان، فأصبح نفس الشيء ليميت هكذا F لإكس ناقص F لمن؟ إذا قلت F لإثنان على إكس ناقص إثنان لما إكس يؤول إلى إثنان بقيم أكبر، فتصبح لنا تساوي لنا ليميت، انتبهوا أرجوكم نقطة نقطة ولا نتعجل فيما يخص هذه الأمور، ليميت ثم نضع خط كسر هكذا، إذا تصبح لنا إكس ناقص إثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد، لماذا؟ لأن سوف نأخذ العبارة الثانية للدالة، يعني العبارة التي يكون فيها الإكس، ها هي حتى لا أحد يقول لماذا، ها هي نأخذ العبارة هذه أبنائي أرجوكم، ناقص F لإثنان اللي هي ناقص واحد على إكس ناقص إثنان لما الإكس يؤول إلى الإثنان بقيم أكبر، بعدها تصبح لنا تساوي لنا ليميت هكذا، أكيد سوف نوحد المقام مع قاعدة المقلوب، إذا هذا مع هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا إكس ناقص ماذا؟ إكس ناقص ثلاثة هكذا، ثم زائد واحد
على x ناقص 1 ها هي أمامكم، ثم على x ناقص 2 لما x يؤول إلى 2 بقيم أكبر، تصبح لنا تساوي لنا ليميت كسر على كسر، الكسر الأول يبقى والثاني ينقلب، يصبح لنا x ناقص 2 في ماذا؟ في x ناقص 1، أما البسط فيصبح لنا x ناقص 3 في ماذا؟ في x عفوا، إذا قلت x ناقص 3 في x ناقص 1 ثم عندنا زائد 1 هكذا، لما أكيد الـ x يؤول إلى 2 بقيم أكبر، لم أفعل شيء أبنائي إنما وحدت المقام وطبق قاعدة مقلوب كسر حتى يفهم الجميع ويقول لا يقول ماذا يفعل الأستاذ. بعدها ماذا ينتج؟ نكمل النشر في البسط، يصبح لنا ليميت هكذا، يصبح لنا هذا في هذا، يصبح لنا x مربع ثم ناقص عفوا ثم ناقص x ثم ناقص 3x ثم ناقص زائد 3 ثم زائد 1 على ماذا؟ على x ناقص 2 ضرب x ناقص 1 لما الـ x يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، تصبح لنا تساوي لنا ليميت نفس الشيء هكذا ثم عفوا إذا ليميت ثم هكذا، إذا تصبح لنا x مربع ثم ناقص 4x ثم زائد 4 على x ناقص 2 ضرب ماذا؟ ضرب x ناقص 1 لما الـ x يؤول إلى 2 بقيم أكبر. هنا أكيد لو نلاحظ جيدا إلى هذه إنها متطابقة الشهيرة رقم 2 لمن؟ لـ x ناقص 2 لكل مربع حتى تفهموها وانتبهوا. أصبح لنا ليميت هكذا x ناقص 2 الكل مربع على x ناقص 2 في ماذا؟ في x ناقص 1 لما الـ x يؤول إلى 2 بقيم أكبر. لاحظتم؟ بعدها أكيد سوف نختزل واحد من هنا وواحد من هنا. فماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا ليميت x ناقص 2 على x ناقص 1 لما الـ x يؤول إلى 2 بقيم أكبر. أكيد سوف نعوض بالـ 2، أصبح لنا 2 ناقص 2 على 2 ناقص 1 وتساوي لنا 0 على 1 وتساوي لنا 0. وهذه القيمة بطبعها إنها قيمة منتهية، يعني لا تساوي الزائد منها أو النقص منها، فإنها تنتمي إلى R. بما أنها تنتمي إلى R فماذا يمكن أن نقول؟ نقول ومنه الدالة، عفوا نقول ومنه نقول الدالة F تقبل الاشتقاق عند ماذا؟ عند الاثنان من ماذا؟ من اليمين. لكن الآن هل الدالة تقبل الاشتقاق عند الاثنان؟ لاحظوا ناقص 2 وهنا ماذا؟ وهنا 0. نقول هكذا، لاحظوا وانتبهوا، نقول بما أن ماذا؟ بما أن ليميت النسبة هذه f لx ناقص f لواحد، عفوا ناقص f لاثنان لما x أو x ناقص 2 لما x يؤول إلى الاثنان بقيم أقل، لا تساوي ليميت ماذا؟ ليميت النسبة الأخرى اللي هي f لx ناقص f لاثنان x ناقص 2 لما الاكس يؤول إلى الاثنان بقيم أكبر، لأن ماذا؟ ناقص 2 لا يساوي الصفر، فإن الدالة لا تقبل الاشتقاق عند الاثنان. والتفسير عفوا إذا نكتب والتفسير البياني هو أن ماذا؟ أن سي اف يقبل ماذا؟ مماسين. إذا قلنا مماسين تي عفوا لا يقبل المماسين إنما يقبل نصفي مماسين، أرجوكم انتبهوا، يقبل نصفي، أرجوكم حاذنوني على هذا. إذن والتفسير البياني هو أنه سي اف يقبل نصفي مماسين، نصفي مماسين. الأول معادلة، الأول هي ركزوا جيدا، هذه إذا كان قلنا إكس ينتمي من ناقص عفوا ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد، اتحاد من الواحد إلى الاثنان هكذا، فأصبح هنا إيكغيك يساوي لنا إف فتحة لاثنان في إكس ناقص اثنان زائد إف لاثنان، وتصبح لنا إيكغيك يساوي لنا هذه هي أبنائي
هي نفسها هذه التي وجدناها حتى نفهم جيدا. إذن هذه هي نفسها فتحة لمن؟ لإثنان. وهذه من هنا كذلك، هذه كذلك فتحة لإثنان، لكن نقول هنا بمعنى لكن لا يتساوان حتى نفهم جيدا. قلت لا يتساوان، واحد بقيم أقل والآخر بقيم أكبر. إذا ما نقول تصبح لنا هذه كم؟ ناقص إثنان في إكس ناقص إثنان زائد أف لإثنان اللي هي واحد، فيصبح لنا إيكغاك ماذا يساوي؟ يساوي لنا ناقص إثنان، ثم ننشر هذا تصبح لنا زائد أربعة زائد واحد، معادلته هي إيكغاك يساوي لنا ناقص إثنان إكس زائد خمسة. هذا إذا سميناه تي فتحة، نصف المماس الأول. نأتي الآن إلى نصف المماس الثاني. إذا نقول كذلك معادلة تي عند لما يكون إكس أكبر أو يساوي الإثنان، سبحان إيكغاك يساوي لنا إف فتحة لإثنان في إكس ناقص إثنان زائد إف لإثنان، تقبل نصفي مماسين ليس مماس. فسبحان هذه وجدناها كم؟ ها هي أمامكم، وجدناها صفر. فأصبحنا إيكغاك يساوي لنا صفر في إكس ناقص إثنان زائد ماذا؟ زائد إف لإثنان اللي هو واحد. أصبحنا إيكغاك يساوي لنا كم؟ يساوي لنا واحد. هذا هو نصف المماس الثاني. إذا ها هو نصف المماس الأول، وها هو نصف المماس الثاني يا أبنائي. إذا هنا افهموها أنها نصفي، إذا نصفي مماسين، وهذه كلمة مهمة، يعني يأتيكم كأنما هكذا، مثلا يأتينا هكذا مثلا ثم هكذا، هذه النقطة تسمى نقطة زاوية. يعني حتى يمكن أن نضيف شيء، يعني نقول النقطة إذا سميناها A اللي هي إثنان وF لإثنان، نقطة تسمى كذلك نقطة زاوية، عفوا نكتبها، إذا نقطة زاوية يا أبنائي. هذا هو، يعني يأتيكم مثلا المنحنى هكذا ثم مثلا يأتينا هكذا، ليس قيمة حدية، إنما هي نقطة الزاوية. معناه يأتيكم مثلا المماس الأول هكذا، والمماس نصف المماس الثاني عفوا، ونصف المماس الثاني يأتينا هكذا. هذه سميت نقطة زاوية لأن المماسين شكلوا بينهم زاوية. حتى تفهموا جيدا، إذا نقول هذه نقطة زاوية، حتى تفهموا هذه الأفكار يا أبنائي فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى رابعا. قال أحسب نهايات الدالة F عند أطراف مجموعة تعريفها. إذا نكتب هنا حساب النهايات، كم يوجد لنا من نهاية؟ أكيد يوجد لنا أربعة، اللي هي DF تساوي لنا من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى الزائد ما. يقول أحدكم لماذا لم تذكر الإثنان؟ لا يا أبنائي، الإثنان الدالة عندها معرفة، حتى تفهموا الفكرة، القيم الممنوعة هي الواحد. إذا لاحظوا ننطلق أولا بليميت اف لإكس لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، تساوي ناخذ هذه العبارة، هذه تصبح لنا ليميت ماذا؟ ليميت ناقص إكس زائد إثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد هكذا لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، تصبح لنا أكيد هذه واحد على ما لا نهاية يذهب إلى صفر، وتبقى لنا هنا عند الناقص من كم؟ الناقص في الناقص تصبح لنا زائد ما لا نهاية، إذن تساوي لنا زائد ما لا نهاية. أرجو قد فهمتم. ثم عندنا كذلك عند الزائد ما لا نهاية ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، أكيد نأخذ العبارة الأولى لأنها هي ما لا نهاية مذكورة في هذه الجهة هي أمامكم، تصبح لنا تساوي لنا ليميت إكس ناقص إثنان زائد واحد على إكس ناقص واحد هكذا لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية. أكيد كذلك هنا يذهب هذا إلى الصفر، يؤول إلى صفر، أصبح لنا ليميت إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي لنا كم؟ إذا تساوي لنا زائد ما لا نهاية. ثم نأتي الآن إلى الواحد بقيم أقل وبقيم أكبر، ليميت إف لإكس لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل. بقيم أقل تصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا ليميت
هنا بقيم أقل وبقيم أكبر الكثير يقول نأخذ مرة هنا ومرة هنا. لا يا أبنائي، قيم أقل وقيم أكبر كلها وقعت في هذه الجهة، حتى تفهموا جيد، لأنها هو الواحد هنا والواحد هنا، يعني لم يصل إلى هذه القيمة، حتى تفهموا قيمة مطلقة ما هي المهم فيها. الواحد وضع جاء في العبارة الأولى، في العبارة الثانية هذه عند النقص من النهاية، يعني لا يمكن أن نعوض في هذه، وإن عوضنا لا يحدث شيء لأن الأمر هذا مستقل عن القيمة المطلقة. فتصبح لنا ليميت ماذا؟ ناقص x زائد 2 زائد 1 على x ناقص 1 لما x يؤول إلى الواحد بقيم أقل. عندنا هنا لو نأتي الآن نضع جدول إشارة المقام اللي هو x ناقص 1، إذا هنا عندنا 1 هنا نفسه هنا عكس، فتصبح لنا هكذا. أكيد لما نعوض تصبح لنا هذا لا يهمنا لأن سوف يعطينا قيمة منتهية، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا 1 على 0 ناقص، وواحد على 0 ناقص تصبح لنا ناقص ما لا نهاية فقط، لأن الواحد بقيم أقل. أما هذا لا يحدث معه شيء، تصبح لنا ناقص 1 زائد 2 اللي هي 1، الواحد لكن يبقى لنا 1 على 0 ناقص، 1 على 0 ناقص إنها ناقص ما لا نهاية. ثم كذلك ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر، أكيد سوف تعطينا 1 على 0 زائد، يعني في هذه الجهة 0 زائد وتعطي لنا زائد ما لا نهاية. هل يوجد تفسير بياني لهذه النهاية؟ نعم، نقول ومنه سي اف يقبل مستقيما مقاربا، كيف هو؟ عموديا معادلته اكس يساوي ذلك العدد الذي كنا نحسب عنده النهايه، يعني حسبنا عند الواحد فوجدنا المال نهايه، فلا نقول اكس يساوي المال نهاية، انما اكس يساوي واحد فقط ابنائي. بعدما انهينا مع هذا السؤال اللي هو سؤال النهايات، ناتي الان ابنائي الى خامسا. قال ادرس اتجاه تغير الداله اف ثم شكل جدول تغيراتها. اذا هنا ناتي ابنائي نقطه لكي نعمل على هذا السؤال. اذا نقول كعنوان للجواب دراسه اتجاه ماذا؟ تغير الداله اف. اولا هنا كذلك نقسم المجالات، ناتي اولا الى واحد، نقول إكس ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى ماذا؟ إلى الاثنان. ماذا تقول القاعدة؟ نقول الدالة إف قابلة للاشتقاق على المجالين. هنا يوجد لنا مجالين، من ناقص ما لا، عفوا، إذا نقول من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد، والمجال الآخر من الواحد إلى الاثنان مفتوح. لماذا؟ لأن الاثنان قمنا بالإقرار على أن غير قابلة للاشتقاق عند الاثنان. ثم تصبح لنا ودالته المشتقة تصبح لنا إف فتحة لإكس يساوي. ناتي ما هي العبارة التي نعمل بها؟ أكيد نعمل بهذه العبارة. إذا مشتق ناقص إكس أكيد هو ناقص واحد، مشتق الاثنان يذهب إلى الصفر، أما مشتق هذه هذا واحد على إكس ناقص واحد، هنا أرجوكم لو نطبق عليه القاعدة هكذا، مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام هو واحد في البسط على المقام مربع، حتى تفهموا الفكرة جيدا، يعني أطبق القوانين كما نعرفها. أصبح هنا إف فتحة لإكس يساوي ناقص واحد زائد، هذا أكيد سوف يذهب إلى الصفر، تصبح لنا ناقص، تصبح لنا مباشرة إذا قلت هذا يذهب إلى الصفر، تصبح لنا ناقص واحد على إكس ناقص واحد، هكذا الكل مربع. الآن وهذه القيمة وكيف هي؟ قيمة سالبة تماما، لماذا؟ لأن الناقص واحد سالب، وهذه القيمة مربعة ونقلبها تصبح موجبة ونضربها في الناقص تصبح لنا سالبة. نقول ومنه الدالة اف كيف هي؟ متناقصة تماما على المجالين. من هم المجالين؟ الذي هو من ناقص ما لا نهاية إلى واحد، ومن الواحد إلى الاثنان فقط يا أبنائي، هكذا أرجو قد فهمتم. بعدها نأتي الآن إلى الجزء الثاني. بعدما تحدثنا مع المجال الأول،
الذي ها هو أمامكم حتى لا يقول أحدكم ماذا تفعل. نأتي الآن إلى المجال كذلك الثاني، إذا كان هكذا، إذا كان إكس ينتمي من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية. نقول كذلك هكذا، الدالة F قابلة للاشتقاق على المجال، ما هو المجال؟ من الاثنان إلى الزائد ما، لكن نقوم بفتحه لأن قلنا أن الاثنان لا تقبل عندها الاشتقاق. ودالتها المشتقة ماذا تصبح؟ تصبح هنا F فتحة لإكس يساوي هكذا. نأتي الآن لاشتقاق هذه، تصبح هنا واحد ثم زائد الصفر ثم ناقص واحد على إكس ناقص واحد الكل مربع. يقول أحدكم لماذا؟ لأنها هي هذا المثال قد قمنا باشتقاقه، ها هو أمامكم، حتى لا يقول أحدكم من أنا أتيت بهذه، لأن لما قمنا باشتقاق هذه القيمة هي نفسها هذه، أعطت لنا ناقص واحد على إكس ناقص واحد الكل مربع. لكن هل هذه القيمة موجبة أم سالبة؟ لا، بل نكمل. لماذا؟ لأن هذه سالبة وهذه موجبة، لا يمكن الحكم على إشارتهم. فصبحنا F فتحة لإكس يساوي نوحد المقام هكذا، نصبح هنا إكس ناقص واحد الكل مربع في إكس ناقص واحد هكذا، نوحد المقام مربع ثم ناقص واحد، فأصبح هنا F فتحة لإكس تساوي هكذا، المقام هو إكس ناقص واحد الكل مربع، أما البسط نقوم بنشره، مربع الأول ناقص ضعف الجداء زائد مربع الثاني ثم ناقص واحد، أكيد يذهب هذا مع هذا، اسمعوا جيدا، فماذا ينتج؟ فتصبح لنا تساوي لنا إكس مربع ناقص اثنان إكس هكذا على إكس ناقص واحد الكل مربع. أرجو قد فهمتم، يمكن أن نستخرج كذلك أو مباشرة، أكيد سوف نأتي الآن إلى وضع جدول إشارة بسيط من خلاله سوف نعطي إشارة هذه المشتقة. إذن اسمعوا جيدا، هكذا وهكذا، وانتبهوا أرجوكم أبنائي حتى تتعلموا. إذا نكمل هكذا، عندنا هنا إكس، وانتبهوا إذا قلنا من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية، ثم نأتي نأخذ المجال الذي نحتاجه حتى تفهموا الفكرة. في الأول نبني على الكل ثم نستثني المجالات الممنوعة. عندنا ماذا قلنا؟ إكس مربع ناقص 2 إكس، أين تنعدم هذه القيمة؟ أكيد تنعدم عند الصفر وعند الاثنان، ها هي أمامكم. يقول أحدكم لماذا؟ لأن إكس في إكس ناقص 2 يساوي صفر، إما إكس يساوي صفر أو إكس ناقص 2 يساوي صفر، معناه إكس يساوي 2، هكذا حتى تفهم الفكرة. هذه لمن؟ لإكس مربع ناقص 2 إكس يساوي صفر لو نطبق عليه القانون هكذا، يعني نستخرج إكس مربع عن مشترك، ثم نأتي ونضع هذا الخط خارج مجال الجذرين وداخل مجال الجذرين، خارج مجال الجذرين نفس نفس وداخل عكس. ثم عندنا هنا F فتحة لX، F فتحة لX هنا أبنائي علينا أن نأخذ المجال الذي نعمل فيه في هذه الحالة فقط، يعني لا يمكن أن نأخذ كل المجال. يقول أحدكم لم أفهم، ألم نقل في الأول نحن نعمل يا أبنائي في هذا المجال من الاثنين إلى الزائد ما لا نهاية؟ إذن فعلينا أن نقوم بحذف هذا كليا، هذا لا نحتاجه، فنأخذ الإشارة كما وجدناها فقط. إذن أرجو قد فهمتم، إذن من الاثنان إلى الزائد ما لا نهاية هذا المجال نحذفه لا نحتاجه، لأننا نحن نعمل في هذا المجال يا أبنائي حتى تفهموا الفكرة جيدا. بعدها ماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا، نقول الدالة، إذن هذا تابع لهذه، نقول الدالة F كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال من الاثنان إلى الزائد ما، لكن هنا نقوم بغلقه عادي. لماذا نقوم؟ لأن فرق بين الاشتقاق ومجال التعريف، إذن هنا يغلق عادي، لكن في الاشتقاق يجب علينا أن يكون مفتوح لأن الدالة غير قابلة للاشتقاق لكن معرفة عند الاثنان. أرجو قد فهمتم الفكرة جيدا، لهذا هنا لما أتيت، سوف نشرح كل شيء، لما أتيت إلى الدراسة تركته مغلق، لما تحدث عن الاشتقاقية قمت بفتحه لأن الدالة غير قابلة للاشتقاق، لكن لما نعود إلى اتجاه التغيير وذكر الدالة إن متزايدة أو متناقصة هذا له نصيب، الاثنان يصبح مغلق. أرجو قد فهمتم الفكرة حتى لا أترك لكم أي التباس.
الآن بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي، نأتي الآن إلى السؤال الآخر اللي هو جدول تغيرات. إذا نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F. إذا أولا عندنا X قلنا من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد، ومن الواحد إلى زائد ما لا نهاية، معناه الواحد قلنا عليه قيمة ممنوعة. إذا نضع هكذا. إذا وعندنا المشتقة قلنا أن F فتحة لـ X. إذا لاحظوا وانتبهوا، قلنا من هنا سالبة، وعندنا العدد 2، ثم عندنا الاثنان هنا لاحظوا ماذا نفعل، نأتي إلى الاثنان ونضع هنا، نقول أن الدالة غير قابلة للاشتقاق عند الاثنان، يعني في جهة المشتقة نضع هذا الرمز حتى تفهموا جيدا، لأن قلنا الدالة غير قابلة للاشتقاق لكن معرفة عند الاثنان. إذا فقلنا من هنا ناقص ومن هنا زائد، أين هذا الكلام؟ ها هو ذلك الكلام، ها هو من الاثنان إلى الزائد، معناها إنها متزايدة. أما من ماذا؟ من ناقص، قلنا من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد، ومن الواحد إلى الاثنان، كيف هي الدالة؟ متناقصة تماما، حتى تفهموا جيدا كيف أقوم بمل الجدول، لأن درسنا هذا الجزء لوحده ودرسنا هذا الجزء لوحده، لكن جدول التغيرات نضع اتحاد ما وصلنا إليه، فأصبح لنا هنا F لـ X. إذا F لـ X إذا هنا هكذا ناقص، وهنا كذلك ناقص، ركزوا جيدا هكذا، ثم من هنا زائد. تعالوا الآن نقوم بعملية الملء ولاحظوا، إذا وجدنا أن عند الناقص ما لا نهاية وجدنا النهاية زائد ما لا نهاية، وعند الواحد بقيم أقل وجدناها ناقص ما لا نهاية، وعند الواحد بقيم أكبر وجدناها زائد ما لا نهاية، وعند الزائد ما وجدنا زائد ما، ارجعوا الفيديو سوف تجدون. وحسبنا صورة الاثنان، قلنا F لاثنان وجدناها كم؟ وجدناها واحد، إذا فنضع هنا الواحد، لكن الكثير يظن يا أبنائي أن هذه قيمة حدية، لا إنها ليس قيمة حدية، فيمكن أن نرمز لها بهذا الرمز حتى تفهموا جيدا هكذا، والرمز هكذا معناه، لاحظ وضعت هنا معناه الدالة أو منحنى الدالة يقبل نصفي مماسين، يعني هذه نقطة زاوية، ليس كما يعتقد البعض أنها قيمة حدية. أعيد، هذه ليس قيمة حدية، يعني مثلا مثل ما تشبه الحفرة، لا قلنا عليها إنها نقطة زاوية، فرمزت هذه حتى تفهموا فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى سادسا، قال أثبت أن المنحنى سي أف يقطع محور الفواصل في نقطة واحدة فاصلتها ألفا محصورة بين الصفر والنصف. إذا نكتب هنا إثبات أن سي إف يقطع ماذا؟ يقطع إكس إكس فتحة في نقطة فاصلتها ألفا، حيث ألفا محصورة بين النصف قلنا والصفر. لاحظوا هنا مباراة قيم متوسطة، نقول معناه أن المعادلة، يعني هذه أعطيت لنا كسؤال بياني نحوله إلى سؤال حسابي، نقول معناه أن المعادلة من؟ المعادلة F لX تساوي صفر. إذا دائما التقاطع مع محور الفواصل معناه المعادلة F لX تساوي الصفر، ماذا؟ تقبل حلا وحيدا اسمه ألفا، حيث قلنا ألفا محصور بين النصف والصفر، حتى تفهموا الفكرة. إذا هنا أكيد مبرهنة القيم المتوسطة. لو نلاحظ أبنائي إلى هذا الجدول، إذا قلنا ها هي الألفا محصورة قلنا ما بين ماذا؟ ما بين الصفر وماذا؟ وواحد على اثنان. لو ننزل هكذا وننزل هكذا، معناه إذا نزلت هذه الألفا هنا تصبح أن القيمة F لإكس كم تساوي؟ تساوي لنا الصفر. أولا انظر إلى الدالة من هذا المجال من الصفر إلى النصف، نقول هكذا بما أن الدالة من F كيف هي؟ نكتبها بخط أوضح، إذا قلت مستمرة ومتناقصة تماما على المجال الذي أعطي لنا، ما هو؟ من الصفر إلى واحد على اثنان، والأمر الآخر هو
اف لصفر يساوي، سوف نعوض هنا بالصفر، لو نأتي بهذه تصبح لنا هكذا، تصبح لنا قيمة مطلقة لصفر ناقص اثنان ثم زائد واحد على صفر ناقص واحد وتساوي لنا اثنان ناقص واحد وتساوي لنا واحد. ثم نأتي الآن إلى اف لصفر فاصل خمسة اللي هو النصف، يساوي لنا كم؟ لأن هذه حتى تفهموها هي صفر فاصل خمسة، أصبح لنا ماذا؟ أصبح لنا صفر فاصل خمسة ناقص اثنان ثم زائد واحد على صفر فاصل خمسة ناقص واحد، تصبح لنا تساوي لنا كم؟ تساوي لنا واحد ونصف بالقيمة المطلقة هكذا، ناقص واحد ونصف، ثم زائد ماذا؟ زائد واحد على ناقص صفر فاصل خمسة. لم أفعل شيء ابني، إنما قضية الحسابات فقط. أصبح هنا واحد فاصل خمسة لأن القيمة المطلقة للأعداد السالبة هي قيمة موجبة، ثم ناقص اثنان، هكذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص صفر فاصل خمسة. إذا هذه تعطينا ناقص صفر فاصل خمسة، يعني هنا هذا أعطى لنا كم؟ أعطى لنا واحد، وهذا أعطى لنا ناقص صفر فاصل ماذا؟ فاصل خمسة. هل الصفر يأتي في وسطهم؟ نعم. إذا نقول صفر ينتمي في المجال من ناقص صفر فاصل خمسة إلى واحد، نقول هكذا حسب مبرهنة، يعني شيء حفظ فقط، حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة، من هي المعادلة؟ f لإكس تساوي صفر، ماذا يحدث لها؟ تقبل حلا وحيدا اسمه ألفا، حيث الألفا محصور بين النصف ماذا والصفر. نقول ومنه بيانيا، بيانيا يعني نعود إلى أصل هذا السؤال، لأن هذا السؤال يأتينا بصيغتين، مرة يقول برهن أن المعادلة f لإكس تساوي صفر تقبل حل واحد ألفا، ومرة يقول بين أن المنحنى يقطع محور الفواصل في نقطة واحدة، كلاهما صحيح. نقول ومنه بيانيا، بيانيا سي اف يقطع ماذا؟ يقطع اكس، اكس اللي هو حامل محور الفواصل في نقطة كيف هي؟ وحيدة الفا، حيث الفا محصور بين النصف والصفر فقط ابنائي. بعدما انهينا مع هذا السؤال اللي هو قلنا مبرهنة القيم المتوسطة، ناتي الان ابنائي الى شيء اخر. سابعا قال احسب ليميت اف لاكس ناقص قوس x ناقص 2 لما x يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، ثم ليميت f لx ناقص قوس ناقص x زائد 2، هنا ناقص 2 وهنا زائد 2 لما x يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا نكتب هنا سابعا، إذا حساب ليميت f لx ناقص x ناقص 2 هكذا لما ال x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. هنا ننطلق، تصبح لنا هكذا، تصبح لنا ليميت اف لإكس ناقص، نفتح قوس، إكس ناقص 2 هكذا لما الإكس يؤول إلى زائد، قلنا هي أولا إلى الزائد ما لا نهاية، يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ليميت، هنا أكيد سوف نستعمل هذه العبارة، لماذا؟ لأن نحن بجوار الزائد ما لا نهاية، ها هي عبارتها، تصبح لنا إكس ناقص 2 زائد واحد على إكس ناقص واحد ثم ناقص العبارة التي أعطيت لنا اللي هي إكس ناقص اثنان هكذا لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. أكيد سوف يذهب هذا مع هذا مباشرة، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ليميت واحد على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى، قلت إكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية، هذه معروفة أنها تعطينا كم؟ تعطينا صفر، فتصبح لنا النهاية هذه كم؟ إنها صفر. نأتي الآن إلى النهاية الثانية التي هي كذلك ليميت f لx ناقص ناقص x زائد 2 هكذا لما x يؤول إلى ماذا؟ إلى ناقص ما لا نهاية، يصبح يساوي لنا ليميت من اللي هي ناقص x زائد 2 ثم زائد 1 على x ناقص 1 ثم ناقص ناقص x زائد 2 هكذا لما الاكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هذا أكيد سوف كذلك ماذا يحدث؟ أنه هذا مع هذا سوف يذهبان مباشرة، لو أدخلنا هذا ناقص بهنا زائد 2 ناقص، لاحظوا لو ندخل هنا ناقص بهنا زائد x ناقص 2 كلاهما سوف يذهب، تصبح هنا تساوي لنا ليميت
واحد على إكس ناقص واحد، لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وهذا كذلك قلنا عليه أنه سوف يذهب هذا إلى الصفر، فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا تساوي الصفر. بعدها قال ماذا تستنتج هنا؟ نقول كاستنتاج نحن نعلم إذا حسبنا نهاية هذا الفرق لاف لإكس ناقص إيكس يساوي الصفر، فنقول ومنه نستنتج أن ماذا؟ أن سي اف يقبل ماذا؟ يقبل مستقيمين، إذا مستقيمين مقاربين مائلين مائلان، لاحظوا أحدهما دي، إذا سميناه دي عند زائد ما لا نهاية معادلته، لاحظوا جيدا، إذا معادلته هي إي جراج يساوي لنا كم أبنائي؟ يساوي لنا هذا العدد اللي هو كم؟ اللي هو إكس ناقص اثنان، لأن القانون يقول إف لإكس ناقص إيكغيك، لهذا تركتهم هنا داخل قوس حتى تفهموا، إذا كانت هنا منشورة هذه الناقص استخرجوها ثم اكتبوها إف لإكس ناقص شيء، ذلك الشيء يكون المستقيم المقارب، وعندنا كذلك وماذا؟ والآخر اسمه دي فتحة عند ماذا؟ عند ناقص ما لا نهاية معادلته ما هي؟ هي إي جراج يساوي ناقص إكس زائد ماذا؟ زائد اثنان، ها هو أمامكم حتى تفهموا الفكرة. إذا حسبنا النهاية هنا وجدناها صفر، وهنا الصفر، واحد كان بالناقص ما لا نهاية، واحد عند كاين عند زائد ما لا نهاية فقط. بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي، نأتي الآن إلى السؤال الثامن وعليكم بالتركيز معي. قال ارسم بعناية المنحنى سي اف. أكيد لرسم المنحنى أكيد نرسم المستقيمات المقاربة، وهذا نصفي الممسين حتى نلاحظ تلك نقطة الزاوية. إذا ننطلق، إذا أولا نقوم برسم ماذا؟ برسم المستقيم المقارب العمودي، ها هو أمامكم الذي يظهر هنا، ها هو أمامكم. إذا هذا كيف نسميه؟ قلنا معادلته هي إكس يساوي كم؟ يساوي لنا واحد. وعندنا الأمر الآخر، ها هو مستقيم مقارب مائل. المستقيمات المقاربة المائلة يمكن أن نستعمل لها جدول مساعد كما درستموه أبنائي في المتوسط، هكذا ليرسم معناه دالة تألفية حتى تفهموا هذه الأشياء وتكون أموركم جد واضحة. إذا هنا إذا قلنا إكس وهنا هكذا، انتبهوا أرجوكم حتى تتعلموا. إذا نستعمل هذا الجدول البسيط ونعطي قيم للإكس لاستخراج الإيكغيك ثم نرسم. إذا قلنا هنا عندنا إكس وهنا إيكغيك، أولا إذا أتينا الآن إلى هذا، أولا ننطلق بالمستقيم دي، ها هو أمامكم، نعطي للإكس نعطي له صفر، عوضه الآن بصفر، إيكغيك كم تصبح؟ تصبح لنا ناقص اثنان، ثم لو نعطي للإكس واحد، أعطوا لهذا واحد، سوف تتحصلون على ماذا؟ على ناقص واحد. ها هي أمامكم. إذا النقطة الأولى هي صفر مع الناقص اثنان، ها هي النقطة، ثم واحد مع ماذا؟ مع ناقص واحد سوف تكون هنا، ثم نأتي بالربط ما بين هذه النقط، لاحظوا، إذا يكون ها هو أمامكم، ها هو، وهذا قلنا بجوار الزائد ما لا نهاية، لاحظوا وانتبهوا. إذا نقول هذا اسمه ماذا؟ اسمه دي. إذا المستقيم دي. نأتي الآن إلى المستقيم الآخر الذي هو دي فتحة. دي فتحة كذلك نستعمل هذه الأشياء البسيطة حتى لا نخطئ يا أبنائي. إذا إذا قلنا هذا عبارة عن دي، نأتي الآن إلى الدي فتحة. لاحظوا إذا قلت دي فتحة هكذا ونلاحظ. إذا قلت نلاحظ، إذا عندنا هنا إكس وهنا إيكغيك بنفس الخطة. إذا أعطينا هنا مثلا صفر يعطينا كم؟ إذا صفر يقابله اثنان، عفوا، وماذا؟ إذا أعطينا الناقص واحد، أعطينا الواحد تصبح لنا كم؟ إذا أخذنا الواحد يعطينا ناقص واحد زائد اثنان اللي هو واحد، تصبح لنا النقطة صفر اثنان، ها هي الصفر اثنان، وعندنا واحد مع واحد ها هو. ثم نأتي الآن إلى رسم ذلك المستقيم يا أبنائي، لو أتينا ورسمنا ها هو أمامكم. ها هو أمامكم ونسميه ماذا؟ ونسميه دي فتحة.
لاحظوا وانتبهوا، يقول احدكم لماذا لم تكملوا هكذا؟ لا يهم، لانه هو بجوار ناقص ما لا نهايه. الان ناتي كذلك ابنائي الى شيء اخر، الا وهو تلك الممسات. الممسات عند ماذا؟ اكيد تحدثنا قلنا عند النقطة ذات الفاصلة اثنان. النقطة ذات الفاصلة اثنان صورتها كم؟ صورتها واحد. إذا واحد اثنان مع الواحد يعني في هذا المكان. هنا عندنا ممس نصفي ممسين. النصف الأول ها هو إيكغيك يساوي لنا واحد. إيكغيك يساوي لنا واحد معناه يأتينا بهذه، لاحظوا كيف يأتينا. يأتينا هكذا أبنائي. ها هو نصف الممس الأول. لأن هذا ممس أفقي. إيكغيك يساوي لنا واحد معناه يأتينا هكذا. إذا هذا هو هكذا كما تلاحظون. نأتي الآن إلى الثاني. الثاني يمكن أن نستعمل ماذا؟ نستعمل كذلك الجدول المساعد. أريد أن أشرح كل شيء حتى تفهموا كل شيء. إذا هنا إكس وهنا إيكغيك، إذا سمينا هذا تي فتحة. التي فتحة إذا أعطينا صفر نتحصل على خمسة، إذا أخذنا أعطينا الاثنان نتحصل على ماذا؟ وعلى واحد، لأن اثنان في ناقص اثنان سبحان الله أربعة زائد واحد، سبحان الله أربعة زائد ناقص أربعة زائد خمسة تعطي لنا واحد. إذا صفر مع خمسة، صفر مع خمسة ها هو. ثم عندنا الاثنان مع ماذا؟ الاثنان مع الواحد ها هو. إذا في هذا المكان. ثم نأتي الآن ونقوم بالربط ما بين النقطتين ها هو أمامكم، المماس الثاني. إذا حتى تفهموا الفكرة لهذا سميناها نقطة زاوية. ها هي وها هو. الآن ننطلق في عملية الرسم وبطريقة جد بسيطة أبنائي. كيف؟ لأن الكثير يعاني من الرسم. الأمر جد بسيط. هنا عندنا لاحظوا، لا تنسوا أن هنا عندنا في هذا المكان عندنا دي فتحة، وهنا عندنا دي. إذا فهمتم هذا الشيء، أن المنحني يكون بجوار دي فتحة وينزل إلى جوار إكس يساوي واحد، ثم كذلك يكون بجوار إكس يساوي واحد وينزل إلى هذه نقطة الزاوية ثم يعود إلى دي. إذا فهمتم هذه الألغاز فيكون الرسم جد بسيط. إذن يأتينا هكذا من هنا. إذن أولا كان بجوار، ركزوا ولا ننسى أن يوجد لنا ألفا. ألفا محصورة بين الصفر والنصف. إذن الصفر والنصف تكون لنا ألفا في هذه النقاط. سوف نشرح كل شيء هكذا. فينطلق عملية الرسم. كيف تتم عملية الرسم؟ ويمكن أن نقوم حتى بحساب اف. اف لمن؟ لصفر. تصبح لنا القيمة المطلقة، قلنا لمن؟ لاحظوا جيدا أبنائي، إذا قلت تصبح لنا القيمة المطلقة لصفر ناقص اثنان زائد ماذا؟ زائد واحد على صفر ناقص واحد، وتصبح لنا ماذا؟ إذا قلت وتصبح لنا واحد، لأن تصبح لنا اثنان ناقص واحد. إذا تصبح لنا النقطة نقطة تقاطع في هذا المكان مع محور التراتيب. ثم ننطلق الآن في عملية الرسم رويدا رويدين أبنائي. إذا انظروا، جاء بجوار الدي فتحة ثم نزل بجوار إكس يساوي لنا كم؟ واحد. إذا سوف يأتينا هكذا. ها هو أمامكم. يأتينا المنحني هكذا ويمر على النقطة ذات الفاصلة ألفا ويمر ها هو أمامكم أبنائي، والرسم هكذا وهو صحيح 100%. اسمعوا جيدا. إذن ها هو. ثم نقوم بتعيين، قلت النقطة أو النقطة ذات الفاصلة ألفا حتى تظهر، وهنا هكذا. ثم نأتي الآن إلى الفرع الثاني، جاء بجوار الواحد ثم نزل إلى هذه نقطة الزاوية، معناه يأتيكم ها هو أمامكم هكذا. ها هو يأتي بجوار ثم يمس. لاحظوا سوف نريد أن يكون ها هو يمس. إذن ها هو أمامكم. ثم ماذا يحدث؟ ثم ليس هذه ترونها أنها قيمة حدية، لا، احذروا أن تقولوا قيمة حدية. ثم يأتينا بهذا هكذا، يأتينا من هنا ها هو يصعد ها هو هكذا. إذن سوف نرسمه على شكل نقطة زاوية هكذا. إذن وأعيد، هذه نقطة زاوية، لأن الكثير يظنها يا أبنائي أنها قيمة حدية. ثم نسمي المنحنى سي اف. إذا أعيد، هذه نقطة زاوية ليس قيمة حدية. إذا واتجه نحو دي. ها هو اتجه نحو دي فقط. إذا الجزء الأول ها هو أمامكم، والجزء الثاني ينزل إلى هنا ثم يصل إلى هذه ثم بنقطة الزاوية يتجه هكذا فقط.
بعدما أنهينا مع سؤال الرسم أبنائي، نأتي الآن إلى سؤال آخر مهم جدا والكثير يعاني منه، اللي هو المناقشة البيانية. قال: ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد، لم يذكر الإشارة، إنما عدد حلول المعادلة القيمة المطلقة لمن؟ لإكس ناقص 2 زائد 1 ناقص آم مربع في إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1 يساوي لنا الصفر. إذا نكتب هنا المناقشة، إذن المناقشة البيانية لحلول المعادلة. من هي المعادلة؟ التي هي القيمة المطلقة لإكس ناقص 2 زائد هكذا، عفوا، إذا نجعلها تساوي صفر. قلنا ماذا؟ 1، إذا 1 ناقص آ مربع في إكس ناقص 1 على ماذا؟ على إكس ناقص 1. لاحظوا هنا، أولا سميت المناقشة البيانية، معناه الأمر متعلق بالبيان. إذا كان البيان خاطئ فاعلم أن المناقشة تكون خاطئة. إذا لما تعطينا هذه العبارة من هذا النوع، اسمعوا جيدا، عليكم من هذه العبارة أن تجدوا، إذا نقول يجب، حتى في المسودة فقط، يجب أن نجد، عفوا، أن نجد أن f لx تساوي شيء ماذا فيه، ماذا فيه ام. اسمعوا ما المقصود بهذا. معناه ننطلق من هذه المعادلة التي أعطيت لنا، علينا أن نصل إلى عبارة الدالة تساوي لنا شيء فيه أم لا يهم، يعني علينا أن نصل إلى هذه القيمة تساوي لنا شيء لا يهم هذا الشيء، المهم فيه أم، حتى تفهموا جيدا. الآن ما رأيكم لو نلاحظ جيدا إلى هذه، نأتي وننطلق في هذه المعادلة لنصل إلى ماذا؟ إلى هذه تساوي شيء فيه أم. لو نلاحظ جيدا، يصبح لنا إكس ناقص 2 ثم زائد، سوف نكتب 1 على إكس ناقص ماذا؟ ناقص 1 ناقص هكذا آم مربع في إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1 يساوي لنا الصفر. لم أفعل شيء أبنائي، إنما قمت بتفكيك المقام، يعني كل واحد يأخذ مقامه لوحده، يعني 1 على هذا المقام وهذه القيمة على هذا المقام، أكيد يذهب هذا مع هذا. فماذا يصبح؟ تصبح أن القيمة المطلقة لإكس ناقص 2 زائد 1 على إكس ناقص 1 ماذا؟ ناقص آم مربع يساوي كم؟ الصفر. بعدها ماذا يحدث؟ ننقل هذا إلى هذا الطرف، ألا تصبح لنا ماذا؟ تصبح أن القيمة المطلقة لإكس ناقص 2 زائد 1 على إكس ناقص 1 يساوي ماذا؟ يساوي آم مربع. ألا تلاحظون أن هذه هي آف لإكس تساوي شيء فيه آم، ومنه تصبح لنا ماذا؟ F لx تساوي لنا كم؟ تساوي لنا آم مربع. أرجو قد فهمتم، ها قد وصلنا أولا إلى هذا الشيء، بعدها ننطلق في عملية المناقشة. معناه إن لم تستخرج هذه من هذه وصلت إلى هذه، لا يمكن لك معرفة المناقشة كيف ستكون، لأن المناقشات عندنا ثلاث حالات، إما أفقية أو مائلة أو دورانية. هذه كيف هي؟ إنها أفقية. لماذا أبنائي؟ لأن لا يوجد لنا هنا إكس أصلا. الآن تعالوا نكتب بعض الجمل اللغوية التي عليكم أن تكتبوها. نقول هكذا، نقول الحلول البيانية لمن؟ للمعادلة. من هي المعادلة؟ المعادلة التي هي f لx يساوي لنا ام مربع. ما هي؟ هي فواصل ماذا؟ نقط تقاطع من؟ إذن فواصل نقط تقاطع المنحنى cf والمستقيم ذو المعادلة. من هي المعادلة؟ y يساوي لنا ام مربع، يعني تنزعون كلمة f لx وتضعون في مكانها y. ما طبيعة هذه المناقشة؟ انها ماذا؟ انها افقية. لماذا؟ كيف نعرف انها افقية؟ تخيلوا مثلا لو نعطي قيمة مثلا هنا في المسودة ام، نعطي له صفر، ماذا تصبح؟ تصبح لنا y يساوي لنا صفر. اليس هو ماذا؟ اليس هو هذا المستقيم y يساوي صفر. تخيلوا الان لو ام مثلا نعطي له واحد، أليس يصبح هنا y يساوي لنا واحد مربع اللي هو واحد أصبح هنا؟ انظروا ما طبيعتها، إنها أفقية، لأن هذا أتى هكذا وهذا هكذا وأكملوا إلى الآن. نأتي الآن إلى المناقشة هذه، فلنتابع الآن جيدا كيف تتم العملية بطريقة سليمة.
إذن قلت ننطلق الآن في المناقشة. كيف يأتينا هذا المستقيم؟ ها هو ذلك المستقيم، ها هو أمامكم، إنه مستقيم أفقي. من أين ينطلق؟ هل يأتي من ناقص ملني ويبدأ بالصعود؟ الكثير يقول نعم. لا يا أبنائي، أليس آم مربع دائما قيمة موجبة؟ مهما كان آم مربع قيمة موجبة. معناه هل يمكن أن نجد مثلا إيجريك يساوي لنا مثلا ناقص واحد؟ غير موجود. لماذا؟ لأن لو الآم أخذ ناقص واحد أصبح لنا هكذا، أصبح لنا مربع، أصبح لنا إيجريك يساوي لنا ناقص واحد مربع، معناه إيجريك كم يساوي؟ يساوي لنا واحد. معناها المستقيم، هذا المستقيم يبدأ بعملية المسح حتى تفهموا من هذا المكان، من إيجريك يساوي الصفر ونصعد هكذا. أما هنا لا يمكن أن يكون ذلك المستقيم. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ؟ لأن تخيلوا هنا في هذا المكان كم يكون لنا إيجريك؟ إيجريك في هذا المكان يكون ناقص واحد. هل يمكن أن نقول آم مربع يساوي ناقص واحد؟ مستحيل، هذا غير موجود في الرياضيات، لأن آم مربع قيمة موجبة ليس تماما إنما موجبة. من أين ينطلق المستقيم؟ ينطلق لنا من هذه. أما قيم آم نتحدث عليها بعد ذلك. المطلوب المستقيم الذي يظهر هو أنه ينطلق من محور الفواصل، لأن صفر مربع موجود، أما ناقص واحد يساوي آم مربع غير موجود. الآن ننطلق ونقول أولا واحد آم مربع من أين يكون محصور يا أبنائي؟ أليس يكون محصور ما بين الصفر، يعني يكون من هنا من هذا المكان يوجد لنا تقاطع واحد تقاطع واحد تقاطع واحد تقاطع واحد إلى غاية هذا المكان. يعني هنا كم يكون إيجريك؟ إيجريك يساوي لنا واحد. لو نضع هنا واحد، اسمعوا، إيجريك يساوي لنا واحد، معناه آم مربع كم يصبح؟ يصبح يساوي لنا واحد، معناه يكون عملية المسح من هنا إلى هنا فقط. يا أبنائي أرجوكم انتبهوا. إذن المستقيم هذا ينطلق من ماذا قلت؟ ينطلق من الصفر إلى غاية الواحد. لماذا لم نكمل؟ لأن يتغير عدد الحلول. هنا كم يوجد لنا من تقاطع؟ يوجد لنا تقاطع واحد. إذن عندنا آم مربع محصور بين الصفر والواحد. يقول أحدكم الصفر لماذا قلت أكبر أو يساوي؟ لأن الصفر يبقى تقاطع واحد، أما الواحد مفتوح، لأن لو يصل إلى الواحد هنا تصبح لنا كم من تقاطع؟ تقاطعين، يعني يتغير عدد ماذا؟ عدد الحلول. إذن عندنا هذا الآن تصبح لنا آم مربع، لو ندخل عليها الجذر هنا وندخل الجذر على واحد وندخل الجذر على صفر كي نظهر. عندنا شيء ربما نسيتموه، أنه القيمة المطلقة لx مربع يا أبني إنها، عفوا، جذر x مربع هو القيمة المطلقة لx. تذكروا هذه الأشياء في السنة الأولى. فهنا إذا نزعت نزعت الجذر فتبقى لنا القيمة المطلقة لآم أقل تماما من جذر واحد اللي هو واحد، وأكبر أو يساوي لنا الصفر. الآن هذه الجهة محققة مهما كان، لأن القيمة المطلقة دائما شيء موجب. إذن القيمة المطلقة دائما شيء موجب، أي ماذا؟ أي القيمة المطلقة لآم تكون أقل تماما من الواحد، لأن أعيد القيمة المطلقة دائما أكبر أو تساوي صفر، يعني هذا لا داعي للذكر معه. لماذا؟ لأن قلت وأعيد عندنا والقيمة المطلقة لآم أكبر دائما أو تساوي لنا الصفر، هذه محققة، معناها الجزء هذا محقق. يبقى لنا القيمة المطلقة لآم أقل تماما من الواحد، ومنه ماذا ينتج؟ ومنه يصبح لنا آم كيف ينتمي من ناقص واحد إلى واحد. لأن درستم يا أبنائي في السنة الأولى ثانوي إذا كان X أقل أو أقل من A، حيث A قيمة موجبة، فإن X ينتمي من ناقص A إلى A. حتى نفهم جيدا نقول الآن للمعادلة حلا، عفوا، إذا نقول للمعادلة حلا، عفوا، حلا واحدا، للمعادلة حلا واحدا. أرجو قد فهمتم يا أبنائي. إذن المستقيم ينطق لكم من هنا إلى هنا، يبقى تقاطع واحد. ثم الآن في هذا المكان كم يوجد لنا من تقاطع؟ يوجد لنا اثنان، واحد اثنان. إذن نأتي الآن ونكتب، نكتب ثانيا إذا كان ماذا؟ آم مربع يساوينا الآن واحد، لأن آم مربع يساوينا الواحد، ضعه هنا آم مربع يساوينا واحد، فإن ماذا؟ فإن آم يساوينا ماذا؟ جذر واحد أو ناقص جذر واحد. أنا يصبح هنا فإن آم يساوي لنا ناقص واحد أو آم يساوي لنا واحد، لأن درستم إذا كان مثلا إكس مربع يساوي لنا آ، حيث آ قيمة موجبة، فإن إكس يساوي لنا جذر آ وناقص جذر آ.
إذا كم يوجد لنا للمعادلة من حل؟ ها هو حل وها هو حل. نقول للمعادلة حلان، عفوا، نقول للمعادلة حلان متمايزان. ناتي الآن نكمل عملية السحب. لاحظوا كم يوجد لنا من تقاطع؟ يوجد لنا ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. لو يكمل ثلاثة أكيد لما يقول هنا يا أستاذ يوجد لنا حلان فقط. لا تنسى أن هذا المنحنى ما زال هكذا حتى تفهموا الفكرة. معناه من الواحد إلى غاية زائد ما لا نهاية يبقى لنا كم؟ يبقى لنا ثلاث حلول، واحد اثنان ثلاثة أبنائي. إذا قلت يوجد لنا ثلاث حلول، واحد اثنان ثلاثة إلى غاية ما لا نهاية، فنقول هكذا يعني ثلاث تقاطعات معناها ثلاث حلول. نقول أم مربع أكبر من ماذا؟ من الواحد، يعني ينطلق من هنا فما فوق. نحن نعلم أبنائي أن إذا كان القمم إذا كانت عندنا أم مربع، قلت أم مربع أكبر من الواحد، هذا ماذا يعني يا أبنائي؟ معناه لو نجذر الطرفين تصبح لنا هكذا أم مربع، ها هو، ومن هنا عفوا هكذا جذر واحد، فماذا تصبح لنا القيمة المطلقة لأم أكبر تم من جذر واحد اللي هو هكذا. ومنه نحن نعلم أبنائي لو نعود إلى درس قيمة المطلقة، والذي عنده إشكال يعود إلى يكتب درس القيمة المطلقة الأستاذ نور الدين سوف يجد درس يشرح هذه الأمور. إذا كانت عندنا القيمة المطلقة لأم أكبر تم من أ حيث أ قيمة موجبة، فنقول أنه إكس ينتمي، هنا عندنا أم ينتمي، يصبح لنا أم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص أ اتحاد من الواحد، يعني من ناقص أ، يعني عندنا الأ هنا الواحد، فأصبح هنا من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من الواحد إلى زائد ما لا نهاية للمعادلة كم؟ ثلاث حلول. إذا قلت ثلاث حلول متمايزة، يعني لا يوجد حل يساوي حل. لماذا؟ لأن يوجد لنا ثلاث تقاطعات، واحد اثنان ثلاثة. لهذا أنصحكم لما تجدوا إشكال في القيمة المطلقة اذهبوا إلى درس اليوتيوب واكتبوا درس القيمة المطلقة، سوف تفهموا كيف تتحول هذه القيمة من التربيعات إلى رمز القيمة المطلقة ثم بعدها. ولا تنسوا أن كل سنة لها النصيب هذه القيمة المطلقة في البكالوريا، لهذا عليكم أن تكون متمكنين منها فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى الجزء الثاني، حيث قال لتكون الدالة جي المعرفة على R معادل واحد بالعبارة جي لإكس يساوي القيمة المطلقة لإف لإكس. قال سي جي منحناها البياني، قال اشرح كيف يتم رسم سي جي انطلاقا من سي إف ثم أرسمه في نفس المعلم السابق، يعني في المعلم الذي رسمنا فيه ماذا؟ سي إف. إذا نكتب هنا شرح كيفية رسم سي جي انطلاقا من ماذا؟ عفوا، إذا قلت انطلاقا من سي اف. لاحظوا وانتبهوا، نحن ماذا نملك؟ نملك أن سي أو جي لإكس يساوي القيمة المطلقة لإف لإكس، هذا هو الشيء الذي نملكه. ولا ننسى يا أبنائي نقول ومنه، اسمعوا جيدا، ومنه نحن نعلم أن القيمة المطلقة لإف لإكس هي قيمة موجبة، هذا هو المعروف، القيمة المطلقة دائما شيء موجب. أي ماذا؟ أي جي لإكس، نشرح كل شيء، أكبر من الصفر، أي سي جي يقع فوق ماذا؟ اسمعوا جيدا، فوق محور ألفا عفوا، فوق محور الفواصل أو حامل محور الفواصل. لماذا أبنائي؟ لأن جي لإكس أكبر أو تساوي صفر. لماذا؟ لأن تساوي القيمة المطلقة لإف لإكس وقيمة مطلقة موجب، إذا جي لإكس موجب، إذا سي جي يقع فوق محور الفواصل، يعني ما فوق المحور الفواصل، هنا الأسفل لا يمكن. بعدها ماذا يمكن أبنائي أن نكتب؟ عندنا شيء، عندنا جي لإكس هذه تساوي لنا قيمتين، إذا جي لإكس إما تساوي لنا إف لإكس إذا كان، وإما جي لإكس، اسمعوا جيدا، وإما جي لإكس تساوي لنا ناقص إف لإكس إذا كان. نحن نعلم لو نعود إلى السنة الأولى كذلك وقلنا القيمة المطلقة لإكس ماذا تساوي؟ تساوي لنا إما إكس وإما ناقص إكس. متى يساوي لنا إكس ومتى يساوي لنا ناقص إكس؟ هنا إذا كان الإكس موجب، وهنا إذا كان الإكس سالب، حتى تفهموا جيدا. لكن هنا ما كذلك تخيلوا في مكان
الاف لاكس لا تضعون اكس، ماذا تقولون؟ ان جي لاكس تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا اما قلنا اكس او ناقص اكس. ها هي في مكان الاف لاكس ضعوا مثلا الاكس. كذلك هنا ماذا يمكن ان نقول حتى تفهموا الفكره كل شيء على حده؟ فيصبح لنا جي لاكس اما تساوي لنا اف لاكس، ها هي مثل ما القيمه المطلقه لاكس اما تساوي لنا اكس او تساوي لنا ناقص اكس، لكن في القيمه المطلقه هنا لا يوجد لنا اكس، انما القيمه المطلقه لاف لاكس، يعني جي لاكس تساوي اف لاكس متى؟ اذا كانت ماذا؟ اذا كانت، اسمعوا جيدا، جي اكس اكبر او يساوي صفر. هنا نقول اذا كانت اف لاكس اكبر او تساوي الصفر، اسمعوا جيدا، وتساوي لنا ماذا؟ وجي لاكس هنا ناقص اف لاكس، مثل هذا القيمة المطلقة لإكس تساوي ناقص إكس إذا كان إكس سالب، هنا كذلك إذا كانت إف لإكس كيف هي؟ سالبة، مثل ما شرحت هذه افهموها بهذه، إلا هنا عندنا القيمة المطلقة لإكس وهنا القيمة المطلقة لإف لإكس فقط. الآن لو نلاحظ جيدا أبنائي، هنا متى؟ إذا في هذه الجهة إف لإكس متى تكون موجبة؟ أليس تكون موجبة من هذا المكان إلى غاية الزائد ما لا نهاية؟ مع أنه علينا أن نحترم هذا المجال لأن قيمة ممنوعة؟ نعم. إذا ماذا نقول؟ جي لإكس تساوي إف لإكس، نقول سي جي هكذا ينطبق، إذا ينطبق على سي إف في المجال. ما هو المجال يا أبنائي؟ إنه من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا، حتى تفهموا الفكرة جيدا، يعني من ناقص، عفوا، من ألفا إلى الواحد ومن الواحد إلى زائد ما لا نهاية، يعني الجزء الذي يكون فوق محور الفواصل ينطبق عليه. كيف ينطبق عليه أبنائي؟ معناه سوف نقوم برسمه هكذا فوقه، اسمعوا، ها هو الجزء وها هو الجزء الآخر، ها هو الجزء الآخر، ها هو أمامكم. ثم وعندنا كذلك سي جي يناظر سي اف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى اكس اكس فتحة اللي هو حامل محور الفواصل في المجال، ماذا؟ المجال يكون يا أبنائي من هنا إلى هنا فقط، يعني من ماذا؟ من ألفا إلى واحد، حتى تفهموا جيدا، ويمكن أن ندخل ألفا أو نخرجها لأن قد أدخلنا في هذه الجهة، حتى نفهم جيدا معناه الجزء الآخر نناظره، معناه سوف يصبح لنا هكذا، ها هو أمامكم. كيف؟ هذا الذي يكون أسفل نناظره بالنسبة إلى محور الفواصل، فيصبح منحنى الدالة هذه جي، منحنى الدالة جي يقع كليا فوق محور الفواصل، مثل ما قلت سي جي يقع فوق محور الفواصل. ها هو الجزء الأول، ها هو الجزء الثاني، وها هو الجزء الثالث، ونكتب هنا سي جي. أرجو قد فهمتم يا أبنائي. إذا لما نجد القيمة المطلقة هذه الذي يكون فوق محور الفاصل نتركه، والذي يكون أسفل كيف هو؟ نناظره ونحاول أن نفسر هكذا الطريقة المثلى حتى يأخذ الطالب النقطة كاملة فقط أبنائي. بعدها أبنائي أرجو قد استفدتم من هذا الفيديو، كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار، وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.